متتبعي قناه البجله قار، السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي كنتمنى انه يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم جينا وجبنا لكم هذه الشقه جديده بناء على الطلبات ديال مجموعه ديال الزبناء اللي بغاو يشوفوا معنا دي زابارتمون اللي تكون المساحه ديالها متوسطه، ما تكونش مساحه كبيره بزاف، وتكون كذلك متواجده في وسط المدينه، والأهم من ذلك هو أنها تكون بأثمنة اللي جد مناسبة. جينا وجبنا لكم هذا الأبارتمون اللي كتكون من 3 غرف، صالون، كويزين بهاد الشرفة اللي كتشوفوا دابا، و دو تواليت وحمام. هاد الشقة هادي متواجدة بالقلب ديال مدينة القنيطرة على بعد أمتار من وسط المدينة، قلب المدينة النابض اللي هو البلدية، قريبة كذلك من بنك المغرب. إذا كما كتشوفوا معنا هذه الشرفة ديال لاكويزين باش تكون التهوئة أو التهوية تكون جيدة، تكون لاكويزين بيان ايغي كما كتشوفوا معنا. هاد لابارتمون هادي قريبة من جميع المرافق الضرورية، محلات تجارية، مقاهي، مراكز تجارية، باش ما نقولوش قصاريات، مراكز تجارية دابا اللي ولاو وسط المدينة ديال القنيطرة. هادي كما كتشوفوا معنا لي طواليت. دابا دخلوا معنا للداخل ديال الدار باش نشوفوا لانتيغيور ديال هاد لابارتمون. هاد لابارتمون هادي قريبة كذلك من المسجد، قريبة من المدارس الخاصة والمدارس العامة، على بعد أمتار من محطة النقل العمومي. إذن كما كتشوفوا معنا هذا هو لو سيجور ديال الدار، الوسط ديال الدار، هذا هو ممكن يتستغل. أدخلوا معنا دابا الداخل باش نشوفوا لانتيغيور ديال هاد لابارتمون. كما كتشوفوا معنا هذا اللي غنشوفوا اولا هو لو صالون اللي فاست، لو صالون واحد الشومبر مطلين على الشارع. هذا الشارع كذلك هو شارع معروف مدينة القنيطرة وشارع رئيسي. هذه نظرة ثانية من الجهة المقابلة في هذا الصالون كما غتشوفوا معنا. هذه الشقة هذه متواجدة في الطابق الرابع، وهذه العمارة هذه عمارة باقا جديدة وفيها دوز اسانسور. هنا غادي تشوفوا معنا لا بروميير شومبر كما كتشوفوا. هذه الشومبر هذه مطلة النافذة ديالها على الشرفة ديال لاكويزين، متميزة هاد الغرفة كذلك بهاد البلاكار اللي كاين في الحيط كما غتشوفو. هاد الشقة هادي الثمن ديالها راه جد مناسب مقارنة مع الثمن ديال المتر كاري اللي كاين في هذه المنطقه هذه ديال معموره. كما كتعرفوا معنا كاع لي نوفو بروموتور ولاو كي يوصلوا الثمن حتى ل 9000 10000 حتى 11000 درهم للمتر كاري. هذه كما غتشوفوا معنا الغرفه الثانيه في هذه الشقه كما كتشوفوا. هاد الغرفة هادي سامبل اي سون بلاكار كيما كتشوفو. ودابا غنمشيو باش نشوفو الغرفة الثالثة والحمام. هاد الشقة هادي كيما قلنا راه
مطلة على واحد الشارع اللي كيتعتبر من الشوارع الرئيسية مدينة القنيطرة. هذا كما كتشوفوا معنا دو شي طوالات، إذن قناة البجة كترحب بكم، مرحبا بالآراء ديالكم، ومرحبا كذلك بالطلبات الخاصة ديالكم اللي كنحاولوا ما أمكن أننا نحترموها، وكنحاولوا ما أمكن أننا نلبيو جميع الطلبات ونوفروا يعني ديزابارتمون ومنازل وشقق كذلك لجميع يعني الميزانيات، جميع البيدجي. كاين شقق بأثمنة اللي هي جد جد مناسبة، وفي مناطق أخرى من غير وسط المدينة، وكذلك كاين شقق كنحاولوا ما أمكن حتى في وسط المدينة أننا نجيب لكم شقق اللي تكون بأثمنة كذلك اللي هي مناسبة وتكون كومبيتيتيف بارابور المارشي اللي كاين في سنتر فيل. إذن هذه كما كتشوفوا معنا هي الغرفة الثالثة والأخيرة. هذه الغرفة هذه متميزة بهذا لو بتي بلاكار اللي فيها في الحيط كما كتشوفوا معنا، وكذلك فيها هذه الشرفة المطلة على هذا الشارع كما غتشوفوا، مطلة على واحد الشارع اللي هو رئيسي. إذن مرحبا بكم، مرحبا بالتعليق ديالكم. قناة البهجة كتشكركم، وما تنساوش أنكم تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم.